اهلا بحضراتكم مره تانية. ويمكن شهر رمضان مفيش فرصه احسن منه ان احنا دايما ننبش كده في التراث القديم ونطلع احلى ما فيه من الاذكار والاناشيد الدينيه والمواويل المصريه والابتهالات، وان كان طبعا هناك فرق ما بين الابتهال والانشاد وايضا التوشيح وغيرها، لكنه مصر بصفه عامه كانت سباقه دائما ولها جذور كبيره في هذه القصه. والحقيقه انه رغم ان احنا كنا زمان بنقول لدينا كانت اصوات كبيره وعظيمه كده، لكنه بدا يكون في برضو امتداد لهذه الاجيال، وبدانا نشوف اصوات شابه بشخصيات مختلفه ومحاولات كمان مختلفه. النهارده هيكون معانا محمود فضل، وهو طبعا احد المرشدين الدينيين الشباب، وخليكم نقول لكم انه صوته الحقيقه انتوا هتنبهروا لما تسمعوه، مش فقط في الانشاد الديني وما يقدمه احيانا ايضا من ابتهالات، لكنه ايضا هو يجيد جيدا تقليد الكثير من القراءات ومنها اصوات كمان خلينا نقول ائمه الحرم المكي. مرحبا بحضرتك معانا محمود فضل، اهلا بيك. ازيك يا محمود؟ طيب. البدايه كانت ازاي محمود؟ انا سعيد ان انا موجود معاكم النهارده. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. انا اسمي محمود فضل، عندي 20 سنه. البدايه لما دخلت الاوبرا، بدرس الاوبرا بقالي 3 سنين كده مع الدكتور محمد بالسطر. بعد كده الموضوع تطور بقى، يعني فيديو مع فيديو مع فيديو، لحد ما عملت فيديو بقلد فيه كل المؤذنين وكل المقرئين، ف طلع على طول مره واحده. فبعد كده بقى عندي بقى فولورز. وبعد كده بقى مين اكتر حد انت اول ما فكرت تقلد قلدته؟ مؤذنين الحرم. اللي هو مين؟ الشيخ حمد الدغريري والشيخ علي الملا. طب ما تقلد لنا حد. ماشي. هم دول في القراءات. ايوه في القراءات. لا لا لا، في الاذان. الشيخ علي الملا والشيخ حمد الدغريري. لكن في القران بقى في السديس، في المعقلي، في الدوسري، في القطامي، في ناس كتير قوي. انت ليه بتميل للقراءات السعوديه؟ السعوديه؟ قوي؟ يعني لا، يعني كل اختياراتك طبعا يعني كلها ليه، بس كلها المدرسه شويه السعوديه. لانه هم احد الاصوات، خلي بالك برضه الحجازيين. صحيح. الحجازيين. في شيخ ناصر. انا قصدي يعني احنا برضه عندنا المدرسه المصريه هي مدرسة. لا احنا هنا العلم. احنا هنا العلم كبيره طبعا ولا تقل باي شكل من اشكال المدرسه السعوديه، بس انت بتحب الجزء ده اكتر. سمع. لكن علم هنا، يعني بتعلم. انا عايزه اسمع دلوقتي. نسمع. اسمع شيء. احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا. كمؤذنين في صلاه العشاء مثلا او في صلاه الفجر، والائمه كلهم اللي موجودين. انت بتؤذن اصلا في جامع هنا؟ في مسجد. مسجد ايه؟ في مسجد اسمه مسجد خاتم المرسلين. فهنأذن وبعد كده هنخش الإقامة وبعد كده الأئمة. تمام. نخلينا في الأذان الأول. ده بصوت مين؟ هيبقى صوتين، الشيخ حمد الدغريري والشيخ علي الملا. هتبدأ بمين؟ نبدأ بالشيخ حمد الدغريري. ماشي. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ده في الأذان. بعد ما بيخلص الأذان طبعا. أنت أشعرتني لأن الصوت بالظبط. يعني فعلا بالظبط. بعد ما بيخلص الأذان بيروح متحول للإذاعة التلفزيون في القناة السعودية، فطبعا عشان يستقبل الأذان مستنيين بقى الإقامة. وهكذا قد استمعنا إلى أذان من المسجد الحرام. أيها الإخوة المؤمنون، نتهل بكم وحضراتكم إلى أدعية من الأرشيف لحين الانتهاء من إقامة صلاة العشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بالظبط بالظبط. وده اللي هيخليني أسألك، هي دي كانت البداية بقى. طبعا انت دخلت منطق التقليد ولا دخلت منطق الحب عامه في هذه المنطقه؟ ويعني الحب بعد كده بقى الحب ولد تقليد بقى بجد. الحب ولد ميول وتقليد فولد كل حاجه. وبعد كده بدات تعمل ايه تاني؟ يعني بدات تخش على سكه الانشاد اكتر؟ لا بعد كده بقى اتجهت للقران. الانشاد مديله 5% و10% من حياتي يعني، لكن همي كله القران، ثم بعد كده الاذان. يعني حلم، يعني حلم ان اكون مؤذن في الحرم. طب ما سمعنا حاجه بقراءتك انت بقى. قراءتي انا؟ بقراءتك انت. طبعا كلهم شيوخ اجلاء وعظام وفوق طبعا فوق، لكن صوتي انا في التلاوه. يعني واحده من، يعني ممكن ناخد ايات، بعض الايات القصيرات يعني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده صوتي أنا من غير تقليد. أبي ربنا يفتح عليك. بس أنت برضو ميال للمدرسة السعودية في القراءة؟ لا، في طبعا ما بقرا مصري. طب في كتير مصري. انت انا عايز، طب ورينا المصري. انا سماعي مصري. سماعي سعودي لكن تعليم مصري. طب مين بتحبه من المقرئين؟ في بقى الشيخ عبد الباسط، الحصري، البنا، مصطفى اسماعيل، المنشاوي، نعينا. تعرف تقلده في القراءه بصوت لصوت؟ طب وريني بصوت الشيخ الحصري رحمه الله. الحصري؟ مثلا ده حد صعب بقى. لا، الحمد لله رب العالمين مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم ربنا يفتح عليك. طب معلش اشهد اكمل الاختبار. بص عبد الصمد، لو وريني بقى هتعرف تنقل النقله. تجويد ولا ترتيل؟ ترتيل. زي ما انت عملت. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. لانه لزماته غير خالص. مثلا سوره الضحى. بسم الله. نخليها صعبة. لا 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 لا، هي سهلة بس أنا عايز أجيبها بمقام تاني. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا هم ليهم مكانة، مكانة غريبة. أكيد. مش هديك الفول مارك. لا لا، بس خلينا نتكلم. مش هديك مش هديك مش هديك الفول مارك بفكرة. يعني مجالك بقى انت بتضل. بس ما شاء الله عليك. إيه انت بتحلم بايه؟ انا حلمي الوحيد اكون مؤذن في الحرم. مؤذن. وبعمل المستحيل علشان اكون مؤذن في الحرم. بتعمل ايه بقى؟
اول خطوه اللي انا تخطيتها يعني يعتبر زي ما كنت خطيت الحدود ان انا اقدم في الجامعه الاسلاميه، فمستني نتيجه في شهر 4 الجاي ده باذن ان شاء الله. بقى كده ادرس بقى هناك بقى وربنا يسهل يعني. وربنا يكرمك باذن الله ان شاء الله تقبل ان شاء الله. طيب لو هنتكلم كمان بقى عن الانشاد الديني، ممكن ال 5% دول ممكن برضو يكون فيهم طبعا فيهم يعني ما تقلقش من اي حاجه يعني ما تحاولش انك انت تتغاضى عن اي حلم موجود، ممكن ده هو اللي يضغى بعد كده. لو حبينا بقى كانت طه الفاشني ولا نقشبندي ولا الصديق، لو حبينا نتكلم عنه بقى، لو انت عايز تغني او تنشد سمعت نعمل حاجه بمناسبه رمضان في هلة ليالي، لا تبتهل او تنشد يعني زي ما انت عايز على حسب اختيارك. في هلة ليالي قديمة لرمضان دي هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي زي التملي، ونورها ساطع فوق في العلالي. هلت ليالي هلت ليالي، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها، الهجر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، الهجر فيها الله أكبر، يوعدنا بيها الله أكبر، ويا رب توبة في العمر نوبة، تكون قريبة تسعد أماني. هلت ليالي هلت ليالي. الله عليك صوتك حلو قوي. مختلف قراءتك كل حاجة مختلفة عن فكرة الأذان عن حتى دلوقتي. احنا قادرين طبعا، احنا مصحينك الصبح وصيام وصيام. تقدر تلعب ازاي في المناطق دي كلها؟ يعني عملت ايه؟ التدريب التدريب انا والله مريت بفتره صعبه جدا بسبب التدريب ده في الاوبرا المصريه. انا لما رحت الاوبرا المصريه اترفضت، يعني اترفضت في البدايه. كان ما كانش ودني ماشيه مع انت عارفه ان الاوبرا لازم تبقى فيها لازم يكون ودنه شغال على البيانو او الموسيقى والكلام ده، فانا ودني ما كانتش شغاله، ما كنتش بحب موسيقى، ما كنتش بسمع موسيقى، فمش فاهم يعني ايه موسيقى اساسا. فطبعا اترفضت. فبعد كده لما لقي صوتي فيه كويس، في امل دكتور محمد عبد الستار، فقال لي يعني حاول بقى انك تسمع كتير. فسمعت كتير واجتهدت على نفسي، شديت على نفسي فترات، ضحيت بحاجات كتير، اتحرمت من حاجات كتير، لحد ما ربنا اداني على قد التعب يعني. طب دلوقتي بتروح حفلات؟ لا انا عايز اسال بس معلش، ضحيت بايه؟ حاجات كتير. ضحيت بحاجات كتير، انا ضحيت بخروجات، ضحيت ب الحياه يعني، الحياه يعني. انت كنت مركز جدا الفتره، كنت مركز جدا في حلمي، توصل للي انت عايزه جدا. اسوأ كمان في حاجه، انت شكلك كول يعني، بمعنى انه انا لما شفتك في الاول يعني طبعا الصوره الذهنيه النمطيه اللي احنا عايزين نغيرها دايما، انه اي شاب مهتم بشكله بلبسه بشعره يعني بيبقى شويه او جاي بالقفطان او المبتدئ او المنشد او القارئ او غيره يعني، في هذا بيبقى له شكل دايماً معين واطار معين. مفيش دلوقتي عامه، انت ممكن تكون مجتهد وتلبس جينز وتخرج وشاب عادي، وده لا يضر بشيء ولا هي بالزي ولا بيبقى شيء، بس بقول لك الصوره النمطيه. انت بتقولي تحب بالخروجات وكده، فانا يعني افتكر تخيل افتكرت. طب انت حلمك ايه بقى غير انك انت بتحلم تكون مؤذن في الحرم؟ حلمي كعمل يعني اكون مدير اعمال. مدير اعمال؟ كايه بالظبط؟
كمدير عمل ادير شغل، لان انا من بدايه حياتي، من بدايه ما اشتغلت، يعني انا اول ما بدايه اشتغلت كنت في ثالثه ثانوي او في ثانيه ثانوي حاجه زي كده. اول ما اشتغلت مدير انتاج، وبعد كده كمدير مخازن عامه، وبعد كده مدير مشرف وحاجات زي كده. فعندي حس في حته الاداره الاداره اه. فبعد كده دخلت كليه تجاره، بابا حببني فيها بقى، فحابب الموضوع يعني الفكره كلها. لكن مش عايز تاخد الجزء الثاني ده كمنهج احترافي؟ انت برضو بتقول ان انت عايز تروح الحرم. اه الحرم. لا طبعا ده هو ده الحلم ده الحلم الاساسي. لكن بتكلم في بلدي يعني، كان في دولتي كحلم العملي ان انا اكون مدير عمل. لكن حلمي بقى الثاني الحرم بقى. بس انا اللي مستغربه له حاجه في سنك، يعني اعتقد انه انت كشاب صغير في السن جدا، حلمك ان انت تبقى عايش في السعوديه وتبقى يعني فكره انك انت تعيش هناك. انا واخد قدوتي في كل حياتي في حلم كله محمد صلاح. محمد صلاح. اه يعني ما كانش قدامه اي عقاب، ولا كان قدامه اي مطبات، يعني اي رمز الرمز اللي بالنسبه لك. رمز ما يعني لما كل الناس بتقول مو صلاح، فكره انه مو صلاح وصل للعالم وتخطى، وهو شاب من الشباب المصريين الجمال، برضه هدفه ان هو يوصل لمحمد صلاح. ويقع ويكمل، يقع ويكمل. لكن في ناس بتقع ما بتكملش، في ناس تقول هو انا لسه هعمل. الحلم قدامك كبير، واللي بيميزك بينك وبين الناس كلها، بيميزك بين ال 100 مليون او 120 مليون اللي في مصر، حلمك. حلم محمد صلاح هو يعني يعتبر دلوقتي توب على مصر، مشهور عالميا ومشهور في كل حته بسبب حلمه هو. لو ما كانش حقق حلمه ما كانش اتعرف. فالحلم هو اللي بيميزك بينك وبين الناس كلها. طب لو حبينا نختم معاك بانشاد او ابتهال او اللي انت او موشح زي ما انت عايز، نختم معاك الحلقه وتبقى رساله منك لكل الناس بقى. طيب عشان يدعوا لك كمان حلمك يتحقق زي محمد صلاح. يا رب. واحنا كمان بس هننهي كده ونقول لهم نقول لهم ان شاء الله كده تكون، يا رب تكون حلقه كويسه. بكره اكيد في نفس الميعاد من الساعه 9 ل 11 هيكون طبعا معاكم حسام والزميله العزيزه اسماء انزيل، واشوفكم على خير الاسبوع الجاي. اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه، ونختم كده بصوت امل خلينا نقول. اتفضل. يا رب توبه، يا رب توبه.